دكتور، بما ان حضرتك معانا، عايزين نذكر سريعا للناس النوبة مشهورة بعلم النوبيات، عايزين حضرتك تعرف الناس ايه هو علم النوبيات. دي حاجات خاصة بيهم، يعني حاجات زي ما كانت احنا عندنا علم المصريات وعندنا اكتر من علم كنا يعني بارعين فيه، هم عندهم حاجات يعني بعض الطقوس المعينة، بعض الاساليب المعينة اللي بيستخدموها في الزواج والطقوس، فدي اطلق عليها علم النوبيات على اساس ان دي حاجة خصصت الشعب ده عن غيره. يعني ودي، وعلى فكرة الكلام ده قاصر عليهم هم، ده حتى اللغة بتاعتهم اللغة النوبية لغة غريبة جدا، غير مكتوبة، لا يوجد هذه اللغة غير أهل النوبة نفسهم هم اللي بيتكلموا اللغة دي. وللأسف يعني أنا شايف إن اللغة دي في سبيلها إلى الاندثار، لأن الشباب الصغير والأجيال الجديدة اللي طالعة بقوا يتكلموا اللغة العربية وتركوا اللغة النوبية. ما فيش حد، أنا لما بنزل أسوان في زيارة وكده ما فيش حد بيتكلم النوبي أو اللغة النوبية إلا القدامى جدا، الستات الكبار العواجيز هم بس اللي محافظين على اللغة النوبية دي. وبعد كده برضو أذكر المشاهدين بحاجة حلوة جدا، في أيام حرب أكتوبر لما كان في عندنا مشكلة ألا هي انتشار الجواسيس اللي كانت موجودة في مصر، او كان في ناس من مصريين موجودين زي رأفت الهجان وغيره في اسرائيل، فكنا عارفين ان في تجسس واحنا في حاله حرب. فجت فكره رائعه جدا ان احنا بدل ما الكلام بتاعنا ممكن ان هو يتم تسجيله او معرفه الخطه العسكريه، جت فكره جميله الا وهي ان احنا الرسائل اللي تلقى بين الجنود وبين القاده والجنود بتاعتهم تبقى باللغه النوبيه. وبالفعل جابوا بعض الناس اللي موجودين في الجيش من اهل اسوان ومن اهل النوبه اللي بيحاربوا في الجيش المصري، هم اللي كانوا مسؤولين عن نقل الرسائل دي من القائد الى الكتائب او الفيلق بتاعته، علشان ما حد حتى سمع او اتجسس على الرسائل دي مش هيعرف ينقلها ولا يعرف ترجمها. فكل دي حاجات خاصه ببلاد النوبه، تراث وانسانيه كبيره جدا، يعني زيها زي الحضاره المصريه القديمه. حضرتك قدمت لنا شرح مفصل عن النوبة وحضرتها، وبنشكر حضرتك طبعا. شكرا جزيلا دكتور إيفان إدوارد بولس، أستاذ الإرشاد السياحي المساعد بجامعة الفيوم وعضو جمعية المحافظة على التراث القبطي. دكتور إيفان، أخذنا في جولة يعني تاريخية وعرفنا عن حضارة النوبة وعلم النوبة وكل حاجة والمعابد وكل حاجة تاريخية عن النوبة. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور إيفان إدوارد بولس، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لك.